دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أبرز وأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيعقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مباحثات مع وزير خارجية سريلانكا علي صبري اللي بيقوم بزيارة للقاهرة. بيناقش الوزيران خلال اللقاء الثنائي والمباحثات الموسعة اللي بتعقبه العلاقات بين مصر وسريلانكا وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك. النهاردة هيتفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مشروع توسعات مصفات ميدور، وده ضمن سلسلة زيارات ميدانية بيقوم بها بدوي في جميع القطاعات. وبتبلغ تكلفة مشروع توسعات مصفات ميدور 2.7 مليار دولار، وبتنفذه شركة تكنيب الإيطالية وبتروجيت وإم بي، وبتقوم بتشغيل المشروع شركة إبرام. النهاردة هتحل النجمة ديانا حداد ضيفة في برنامج شارع شريف اللي بيقدمه الإعلامي شريف مدكور، ومن المقرر أن يعرض حلقة خاصة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة على المسرح الروماني في المدينة التراثية. وقامت الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين بنشر البوستر الرسمي للحلقة معلقة مفاجآت فنية كتير وحفلات أكتر بانتظاركم في العالمين لجميع عشاق الأغاني والموسيقى. نقدم لكم حلقة مميزة مع الإعلامي شريف مدكور وضيفته ديانا حداد.